أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تليلومير، نجدد معكم لقاءنا الأسبوعي ونستهله بأبرز العناوين. الكنيسة الكاثوليكية في الأردن تحتفل بعيد الصليب المقدس. نورسات الأردن تزور متحف الدير في الفحيص. وفد أردني يشارك في مؤتمر في الفاتيكان حول الأزمة الإنسانية في سوريا والعراق. أهلا بكم. يصادف في 14 من شهر أيلول من كل عام عيد الصليب المقدس، حيث يحتفل أبناء الكنيسة الكاثوليكية بهذه المناسبة بإقامة القداديس الإلهية وإشعال النار ومباركة حبات الرمان وتوزيعها على المؤمنين. نورسات الأردن شاركت في عدد من هذه الاحتفالات وأعدت التقرير التالي. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك، واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك. احتفلت الكنائس الكاثوليكية في الأردن بعيد الصليب المقدس، وذلك بإقامة القداديس الاحتفالية بهذه المناسبة. ففي كنيسة رفع الصليب للاتين في منطقة ترميمين احتفلت الرعية بعيد الصليب المكرم، وذلك بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، بمعاونة راعي الكنيسة قدس الأب فرح حجازين، وبمشاركة جمع من الأخوات الراهبات وجمعية الفوكولاري وكشافة كنيسة البشارة في جبل الويبدة وأخوية الكنيسة وجمع من المؤمنين. قد خطئنا إذا تكلمنا على الرب وعليك. وبعد قراءة الإنجيل المقدس ألقى المطران الشوملي العظة التي ابتدأها: حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، مشيرا إلى عظمة هذا الاحتفال وموضحا معنى الصليب بشقيه الروحي والتاريخي. وأخذ عيد الصليب قيمة أكبر بعد رجوع الذخيرة إلى القدس، ثم قسموا الصليب أقسام، قسم ذهب إلى القسطنطينية وقسم إلى روما، وكاهن الرعية أعلمني بأنه يوجد ذخيرة الصليب المقدس في هذه الكنيسة. إذن هذه الكنيسة محظوظة لأنه فيها شقفة صغيرة من ذخيرة الصليب الحي. ما معنى الصليب بالنسبة لنا؟ الصليب بالمعنى الروحي. نحن لا نتكلم الآن عن صليب الخشب الذي مات عليه الرب والذي غسل بدمه وفدانا، إنما نتكلم عن المعنى الروحي للصليب. الصليب هو كل ألم ينتابنا، لذلك في هذا اليوم لا يكتفي أن نمجد صليب ربنا يسوع المسيح، إنما نحن مدعوون إلى أن نحدد ما هو صليبنا، إلى أن نكتشف أين صليبنا الذي نعاني منه يومياً، وأن نقبله بفرح ونعتبره نعمة من الله، لأنه من خلال الصليب نحن ننضج ونتطهر وننمو روحياً وننال الخلاص. وفي ختام الصلاة ألقى الأب حجازين كلمة شكر لجميع الفعاليات التي شاركت في هذا الاحتفال، خاصا فيها فضائية نورسات مكتب الأردن ممثلا بمديرته الدكتورة باسمة السمعان، ومهنئا الرعية بهذه المناسبة المباركة. أولا أهلا وسهلا بنورسات، إن شاء الله بتظل دائما نور بتشع في قلوب الناس، امتداد لكلمة المسيح اللي هو نور العالم، حتى نعرف الطريق نحو السيد المسيح. ما شاء الله رسالته هي رسالة قوية ورسالة فعالة، لأن المسيح وراها هو نور العالم الحقيقي. واليوم كانت مناسبة سعيدة جدا جدا، عيد الرعية، رعية أرمامين للاتين اللي هي عيد ارتفاع الصليب المقدس. وطبعا بسرنا وبنفتخر أن يوجد في كنيستنا ذخيرة من الصليب المقدس موجود في هذه الكنيسة. وسبحان الله، تقريبا مثل ما قال السيد المسيح،
وتحققت نبوته، وأنما ارتفعت عن الصليب جذبت إلي الجميع. وبعد مباركة حبات الرمان وتوزيعها على المؤمنين، التأم الجميع في قاعة الكنيسة للقاء محبة. يا صليب الرب. كما احتفلت الكنائس الرسولية في منطقة جبل عمان بذات المناسبة، حيث أقيم قداس إلهي مشترك في كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك، ترأسه الأرشمندريت نادر ساووق راعي الكنيسة، بمشاركة الأب وسام منصور راعي كنيسة مار يوسف لللاتين، والقس فايك حداد راعي كنيسة الفاد الإنجيلية الأسقفية، وعدد من الآباء الكهنة والراهبات وكشافة وجوقة وأخوية الكنيسة وجموع المؤمنين. تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ على يسوع ليهلكوه. وبعد تلاوة الإنجيل المقدس، ألقى الأرشمندريت ساووق عظة القداس حول أهمية الصليب في حياتنا وخلاصنا من الخطيئة، مضيفاً أن الصليب هو رمز القيامة والفداء والمحبة اللامتناهية التي منحنا إياها السيد المسيح. لقد دعانا السيد المسيح له المجد إلى حمل الصليب، فقال: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. والرسول بولس يقول لنا: وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضاً أن تتألموا لأجله. الصليب علمني الصليب أن أصنع السلام مع الآخرين، علمني الصليب ويعلمني الغفران والمسامحة لكل من أساء إلي، على مثال يسوع المصلوب القائل الذي قال: يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يدرون ما يفعلون. وفي نهاية الصلاة ومنح البركة الختامية، انطلقت مسيرة شموع من كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك وصولاً لكنيسة مار يوسف لللاتين، حيث سار موكب الكهنة تتقدمهم الكشافة بمعزوفاتها وحملت الصليب وجموع المؤمنين للاحتفال في باحة كنيسة القديس يوسف بعيد الصليب المقدس الذي ترأسه الأب وسام منصور راعي الكنيسة. وابتدأ الاحتفال بمجموعة من الطلبات التي تلاها الكهنة على نية الكنيسة ومؤمنيها، ومن أجل الأردن أن يحفظه الله آمناً مستقراً، ومن أجل السلام في شرقنا والعالم أجمع. وبعدها شارك الأب منصور جموع المؤمنين بباقة من التراتيل من وحي المناسبة، بالإضافة إلى تقديم مشاهد تمثيلية تحاكي الواقع الذي يدعونا إلى أن نلتجئ إلى الصليب الذي هو قوتنا وملاذنا. وخلال الاحتفال ألقى القس جورج قبطي كلمة جاء فيها: إن السيد المسيح قد أسلم روحه على الصليب ليمنحنا الحياة، فحبة الحنطة لا تعطي ثمرها إن لم تمت، وهكذا هو الرب يسوع، فالله مد يده إلينا عندما عجزنا نحن أن نصل إليه. في الصليب، في الصليب راحتي بل فخري. وفي ذات السياق أقامت الرعية الكلدانية احتفالها بعيد الصليب، وذلك بقداس إلهي ترأسه الأب زيد حبابي راعي الكنيسة الكلدانية في الأردن، بمشاركة القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان المونسنيور ماورو لالي، وعدد من الشمامسة وجوقة الكنيسة، وجمع غفير من المؤمنين الذين اختتموا الصلاة بإشعال النار إعلانا بالعثور على خشبة الصليب بمدلولها التاريخي. وفي
وفي ذات السياق احتفلت جموع المؤمنين في كنيسة سيدة البشارة للاتين في بيت جالا بعيد الصليب المقدس. مندوبتنا في القدس مارلين الحدوة شاركت في هذا الاحتفال وأعدت التقرير التالي. احتفلت رعية كنيسة سيدة البشارة كباقي الكنائس في العالم بعيد ارتفاع الصليب المقدس، ترأسه الأب حنا سالم وبمشاركة الكاهن المساعد الأب طوني حيين والراهبات والأخويات والمؤسسات وجمع كبير من أبناء الرعية والمدينة والمجموعة الكشفية البابوية. وفي كلمة شرح فيها الأب سالم عن معنى الصليب في حياتنا: فصليب يسوع المسيح رأس خلاصنا ونبع الخيرات التي لا توصف، وبواسطة الصليب عرفنا مخلص الكل، والصليب أنارنا نحن الجالسين في الظلمة وحررنا من الأسر، وعلى الصليب قدمت الذبيحة، وحيث الذبيحة تكون مغفرة الخطايا. وكما قال القديس بولس: أما أنا فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وأثناء القداس بارك الأب سالم خيرة هذا العام من ثمار الرمان والعنب، وأضيئت الكنيسة بقناديل الفرح، وتم تبديل الصليب بصليب الفرح المزين بالورود. وبعد القداس تم إنارة الشعلة في ساحة الكنيسة على أنغام فرقة الكشاف وقرع الأجراس، وتم أخذ البركة في الساحة والروح القدس. هذا العيد المهم في شرقنا وفي بلادنا، العيد اللي بنتذكر من خلاله وجدان الصليب وارتفاع الصليب من جديد في مكانه المقدس على الجلجلة. إن شاء الله هالعيد دائما يذكرنا إنه إحنا منتصرين وإحنا ممجدين بقوة المسيح المنتصر على الموت، المسيح اللي بموته أعطانا الحياة. فإذا إن شاء الله ربنا يعطي الحياة لبلادنا، يعطي السلام لبلادنا، يعطي المصالحة لبلادنا، ويزرع حياته وسلامه ومصالحته في قلوب جميع المسيحيين بنعمة وقوة صليبه المقدس. كل عام وانتم بخير. وإحنا جينا اليوم عشان نحتفل بعيد الصليب، وعيد الصليب بيعني لنا إشي كتير كتير كتير، وهو عيد عبورنا من الموت إلى الحياة، هو عيد مجد الرب، هو عيد خلاصنا، هو عيد فرحنا. عشان هيك احنا موجودين اليوم، وفي كتير ناس كمان كانت من برا موجودة معانا، أصدقاء وناس من أمريكا وناس من جميع أنحاء العالم أجت احتفلت معانا عشان تشوف الاحتفال كيف بيكون بالصليب وبالفداء تبعنا. وإن شاء الله كل سنة نحفل بعيد فدائنا يا رب. أما شو بعني صليب المسيح؟ بعني الخلاص، بعني القيامة، بعني المحبة، بعني التخلص من الشر والخطيئة. وإحنا فرحانين كلنا بهالعيد، وبطلب من الجميع إنهم يتمثلوا بعيد يسوع وبصليب يسوع ويضعوا فخر إلهم طول حياتهم. جينا طبعا نحتفل زي كل سنة بعيد الصليب، الصليب المجيد، الصليب اللي كان أداة قتل وإعدام وصار رمز للخلاص. الصليب بيعني لي كثير، لأنه موت يسوع على الصليب أحيا البشرية وأعطاها الأمل من جديد. كل سنة وأنتم سالمين جميعا في عيد الصليب المقدس. إحنا كل سنة بنحتفل بهذا العيد العظيم، عيد الصليب، لأنه بيعني لنا برمز للموت والقيامة. واليوم موجود هو بكنيسة القيامة، وطبعا كل سنة الناس يعني على مدار السنة بتزور الصليب المقدس. وطبعا اللي عنده إيمان أي إشي بطلبه بهذا اليوم بشفى، مرضى، أي حدا بحاجة لصلاة بهذا اليوم العظيم ربنا بيستجيب. كما وتم تبادل التهاني بفرح وسرور. للنورسات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة سيدة البشارة بيت جالا. شارك وفد أردني في المؤتمر السادس الذي عقده الفاتيكان مؤخراً في الجامعة الأوربانية البابوية حول الأزمة الإنسانية في سوريا والعراق بحضور الأب خليل جعار رئيس جمعية رسل السلام، والأب رفعت بدر مدير المركز الكاثوليكي، والسيد وائل سليمان مدير جمعية الكاريتاس،
والسيد عمر عبوي مدير المشاريع في الجمعية، وممثلين لأكثر من 50 منظمة خيرية كاثوليكية، ومجالس الأساقفة المعنية، ومؤسسات كنسية ودينية تعمل في سوريا والعراق والدول المجاورة لهما. وتطرق سفير الفاتيكان في الأردن والعراق المطران ألبرتو أورتيغا مارتن حول الأوضاع الحالية في العراق والأمال المعقودة في المستقبل، وقال في حديثه عن الأردن إن حكمة القيادة الهاشمية هي سبب استقرار الأردن الذي لم يوفر جهداً في استضافة اللاجئين وتقديم العون المتكامل لهم، مبيناً أنه رغم تحمل هذا البلد العبء الكبير في المنطقة على مدار الأعوام الأخيرة إلا أن ذلك لم يمنعه من حمل رسالته الإنسانية. من جهته قال رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين إنه بعد 8 سنوات من الصراع فمن الضروري البدء في إعادة البناء والتشجيع على العودة الآمنة للاجئين إلى مكان سكناهم الأصلية. وفي الختام التقى المشاركون مع قداسة البابا فرانسيس الذي أعرب عن قلقه الكبير من الصراعات التي تدمي المنطقة منذ سنوات طويلة، داعيا إياهم لتسخير أنفسهم لخدمة السلام من خلال إنهاء الحروب. تمكن ملتقى الفن والإبداع في الفحيص بجهود القائمين عليه من إنشاء متحف تراثي في أحد بيوت المواطنين في منطقة خربة الدير، حيث يوثق هذا المتحف الكثير من المقتنيات المحلية والعربية والعالمية. نورسات الأردن زارت المتحف وأعدت التقرير التالي. عنود الصيد وسموها صبيان الحصان، لهاج الخافق بحبها وش عادي يخفيه، أسرجت فوق الريح وطلقت الروح العنان، وسجلت فوق نزونها يا خلق حيل مغلي، أحبك وشهودي الخافق وحروف البيان، ونسجل فكر شتات افكاري تناجيه، لبحيص مسك الرب السماء عالي الشان، تموت القاف وتحيا ذا بحيص ناحل طري. تسهم المبادرات المحلية التي تعنى بالمحافظة على المقتنيات الفنية والتراثية والتاريخية بدور كبير في إظهار تاريخ الأردن المشرف، إضافة إلى تعزيز الحركة الثقافية وإتاحة الفرصة أمام المواهب والمثقفين لإبراز إبداعاتهم. وعليه فإن متحف خربة الدير للفنون الموجود في منطقة الفحيص والعائد للفنان الأردني بسام مخامره من شأنه أن يرفع الذائقة الجمالية للمهتمين ويعمل على إيجاد فضاءات وطنية وثقافية واسعة في البلاد. ويقول مخامره وهو رئيس جمعية ملتقى الفن والإبداع في الفحيص إن هذا المتحف الذي عكف على إنشائه منذ سنوات عديدة هو عبارة عن بيت قديم تم ترميمه وتسجيله تحت اسم خربة الدير للفنون وملتقى الشعراء، لافتاً إلى أن هذا المتحف يضم في أجنحته مقتنيات عالمية تمثل لوحات فنية وموجودات تراثية وفخارية ونحاسية وعملات نادرة وطوابع قديمة وتحفاً أثرية يصل أعمارها إلى مئات السنين، ويشكل هذا المتحف بحد ذاته ركناً أساسياً في حفظ التراث والتعريف بالتاريخ الأصيل لأردننا الحبيب. المتحف بدأت الفكرة عندي من عدة سنوات، بس تجميع صار له أكثر من 40 سنة، وأنا أجمع من مراحلي الطفولية وأنا أجمع بالقطع اللي تعجبني من أجل أحتفظ فيها ما تصرفت فيها لحد الآن. بلشت المشروع بطلب أنه أعمله كمتحف لمدينة الفحيص، لم أجد المكان ولم يوفر لي المكان في مدينة الفحيص، قررت أنا وزوجتي نستعمل أرضنا وبيتنا لإقامة هذا المتحف، والحمد لله بدأنا بتجميع المتحف الذي يشمل على أكثر من فرع في هذا المتحف. عندي المتحف العالمي اللي بيشمل لوحات عالمية اللي جمعتها من خلال مسيرتي الفنية ومشاركتي مع فنانين عالميين،
من عدة دول، إيطاليا، عندي لوحات من أمريكا، عندي لوحات من تشيلي، عندي لوحات من الكاميرون، نحكي على أفريقيا، عندي لوحات العراقيين الرواد وهذه بتميز المتحف، عندي أكثر من لوحة كانت في متاحف خارجية اشتريتها من المزاد العلني، عندي بعض القطع من قصر الخديوي إسماعيل في مصر لما صار بالمزاد العلني سنة 58، عبارة عن لوحات لأشهر الفنانين الإيطاليين لآر رينالدي. ننتقل لمرحلة الموهبة اللي مش القطعة الكبيرة اللي هي العملات، يعني المتنقلة دائما معي في معارض والطوابع. العملات والطوابع أنا عندي عملات تاريخية وعندي عملات، أجمل قطعة عندي بالنسبة للأردن اللي هي العملة الطبعة الأولى من عملة الأردن 1949 تأسيس المملكة الأردن الهاشمية، قبلها كان يستعملوا الجنيه الفلسطيني، وعندي قطعة من سنة 27 للعملة الفلسطينية اللي كانت تستعملها الأردن قبل إنشاء مملكة الأردن الهاشمية. بالنسبة للطوابع بملك أكثر من 11 ألف طابع ما قبل السبعينات، حرب عالمية أولى، حرب عالمية ثانية وما قبل، وثالث طابع في التاريخ 1862 طبع في الولايات المتحدة، لكن التأسيس كان لبريطانيا وخلال احتلال بريطاني أخذوا الماكنة معهم وبلش الطباعة في الولايات المتحدة لمختوم بختم رئيس الولايات المتحدة. بالنسبة للديانة المسيحية بالطوابع طبعا لها تميز، أعياد الميلاد عندك مثلا بابوات الفاتيكان المجموعة كاملة موجودة عندي للي توافدوا على الفاتيكان، بالإضافة إلى ما ذكرت نحن بصدد تأسيس متحف وطني يشمل مقتنيات من نجمعها من مدينة الفحيص ونضعها في مكان، في هذا المكان إن شاء الله، وأنا موجود عندي بعض القطع وراح تكون يعني مفاجأة لأنه موجود متحف بهمنا بمدينة الفحيص، وإن شاء الله بيكون عندنا كمان احتفال لهذا المتحف افتتاح قادم إن شاء الله في 9/10، وبعدها عنا 9 دول راح تيجي على هذا المكان تعمل سمبوزيوم من عدة فنانين من أحال العالم، 8 دول عربية والبرازيل، وإن شاء الله منقوم بالواجب من أجل الوطن. كما يشتمل متحف الدير للفنون على جدارية فنية كبيرة لبلدة الفحيص القديمة استغرق العمل بها نحو 15 شهراً، وسيتم عرضها قريباً في الكثير من المعارض العالمية. بدأت برسم هذه الجدارية 2014، انتهت معي ب 2015 تقريباً أكثر من سنة. طبعا العمل فيها كان بشمل شغل بالسكين وشغل بالفرشاي، انهيت العمل فيها وانعرضت في عده معارض، وهلا بتنتقل معي ان شاء الله للولايات المتحده، وبعدها ان شاء الله للدنمارك اذا اتاحت الفرصه عن قريب، راح تكون هي الاهم عندي في التنقل للشرح عن مدينتي الفحيص، مدينتي الغاليه الفحيص، وعن قطعه من الوطن في الجدار المنيع الاردني. ويؤكد الخبراء الناشطون بالعمل العام أن الفحيص وهي جزء من الأردن التاريخي والحضاري زاخرة بالكثير من المواقع الأثرية والكنائس الدينية التي ترجع إلى عهود سابقة وتدل على أن المنطقة مأهولة منذ مئات السنين، ويتعين على المسؤولين برأيهم أن يحافظوا على تراث الوطن ولا يتركوه عرضة للنهب والإهمال. عندما نتواجد في منطقة عابقة بالتاريخ والتراث والحضارة على مدى قرون مضت يستوقفنا المكان والزمان كيف نحافظ على هذا التراث وكيف نحافظ على التاريخ الموجود بالمنطقة اللي حاليا يتعرض إلى النهب، يتعرض حجارة هذه الخربة اللي كانت تسمى بربة عمون. هناك كان في هذه المنطقة مصنع للتعدين وصناعة الأسلحة، كان فيها 20 بئر، وكان فيها قنوات في هذه المنطقة، قنوات لجلب مياه، وهذا يدل على الحركة النشطة اللي كانت متواجدة في هذه المنطقة. وانطلاقاً من هذا المتحف الفني الرائع الذي يحوي تاريخ وعملات و
يؤرخ لهذه المنطقة إنه هذه المنطقة تكون حافلة بالأنشطة ونعيد لها الحياة من خلال المهرجان ومن خلال الفعاليات الثقافية. كما يدعو كثير من مواطني الفحيص إلى مزيد من الاهتمام بالمتاحف الشخصية لما تحويه من مقتنيات أثرية وتاريخية نادرة، وكذلك دعم الهواة من أبنائها وتشجيع شباب وشابات الوطن على زيارة هذه المتاحف والتعرف على موروثاتهم الأصيلة. الإرث اللي أخذوه من آلاف السنين من أبائنا ومن أجدادنا، هذا الإرث اللي هو التمسك فيه يعني التمسك بالوطن، لأنه إذا انسلخ الإنسان عن ثقافته بتعني انسلاخه عن وطنه. فبالنسبة لنا كمتحف اللي هو متحف خربة الدير للفنون وديوان رباح، أنا يعني بشجع الشباب إنهم حتى وزارة التربية بعمل دورات أو بعمل زيارات ميدانية من قبل الوزارة للأطفال الصغار، بداية من الطفل، لأن تركيزنا على الطفل مشان يظل يستمر بالتمسك بثقافته، إنهم يعملوا زيارات ميدانية لهذا المتحف. أهلا وسهلا بالجميع، لأنه بالنسبة لنا هذا إحنا يعني رغم كل المعيقات قدرنا نخرج للوجود هذا المتحف نتيجة تمسكنا بالثقافة. تحت رعاية غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين، وبحضور سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران عمان وتوابعها، وعددا من الآباء الكهنة، ومدير عام مدارس البطريركية السيدة سهير بجاري، ومدراء ومعلمي المدارس، قامت مدارس بطريركية الروم الأرثوذكس بتكريم طلبتها من أوائل الثانوية العامة، كما كرمت أيضا الفائزين بجائزة البطريرك للإبداع والطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في التميز على مستوى المملكة والوطن العربي. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. الكنيسة الكاثوليكية في الأردن تحتفل بعيد الصليب المقدس. نورسات الأردن تزور متحف الدير في الفحيص. وفد أردني يشارك في مؤتمر في الفاتيكان حول الأزمة الإنسانية في سوريا والعراق. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.